ايش رايك بالجو؟ رائع. كيف التنظيم؟ تنظيم كويس؟ لا ما في شيء اسمه كويس. كويس هذا كله كويس. تنظيم بطل اسمه. جاي عشان مين؟ مين بالضبط؟ جيمي؟ هي طب عديد لي اسمائهم. جيمي بي كو ار ام جي هاب سوغا وجين. طيب يعني اكيد من الارمي. اكيد ست سنوات. طيب واللي ما حضر ايش تقول له؟ عادي اتفرج البث من ذي لايف. علميني شيء انا ما اعرف عن البترس. ما اعرف صراحه المواد اللي ممكن بعض الناس يعرفون. طيب انت طبعا من جيش الارمي صح؟ ايه ايوه. اذا واللي ما حضر ايش تقولي لهم؟ كيف الجو العام؟ والله جو رائع حماس من الحين ورا. والله الحفل بيكون جدا رائع. ايش رايك بالتنظيم؟ تنظيم جدا ممتاز ما شاء الله. المنظمين في كل مكان يعني تنظيم جدا ممتاز. وجاي عشان مين؟ BTS؟ اي بس مين فيهم بالضبط؟ مين فيهم؟ ما اقدر غير عشان المجموعه كامله يعني. طيب قول المجموعه الكامله يعني. ادينا اسماء. مجموعه كامله؟ اوكي جونكوك، جيمين، سوغا، جي هوب، مين بعد؟ جي هوب، ار ام. طب خلاص جيم؟ جيم انا اتاكد جيم عشان جيم كازا حلو وضبطوا فيه ما هو منسيته. حلو. طيب ايش اسمه؟ انا والله اعطيني معلومه انا ما اعرف عن بي تي اس لانه انا الصراحه احب جو بس ماني فاهم الموضوع كذا. فهمني معلومه. بي تي اس عندهم اكثر البوم مبيعا 2019 عالميا من بين كل الفنانين سواء كوري اجنبي. كل الفنانين هم عندهم اول البوم عالميا هذا يوريك يعني لاي مدى مصر. عشان كذا حاليا شوف انت من بين كل بلدان العالم جو اندكس هاي يوريك لاي مدى مصر. هذا شيء جميل كلام كبير والله. يعني انت منظمه بس الوقت متحمسه صح؟ انا فان من الفرقه اصلا. ايه طيب اديني اسمائهم. تاي وجونكوك ورافون وجين وجيمين. وانت من الارمي طبعا. هو انا فان الفرقه الثانيه بس برضو احب بي تي اس. طيب واللي ما حضر ايش نقول له؟ ان شاء الله المره الجايه. هي يوتيوبر. هي يوتيوبر مشهور انت صح؟ لازم ترفع صوتك. المشاهير بيرفعوا صوتهم صح؟ كيف كانت الحفله؟ كويسه. كانت كويسه؟ مين تحبي في البي تي اس؟ كلهم. تعرفي اساميهم؟ قولي اساميهم. الحقيقيه والكذبيه. الاثنين الحقيقيه والكذبيه. هذا كذب ولا حقيقي؟ طب الكذبي؟ ار ام جين سوغا جي هوب جيمين بي جونكوك. اوه والله معلومات دبي اعرف منها. انا عندي عصفور بالبيت. عندك عصفور؟ ايش سميتي؟ بلانكي. هذا ايش يعني بلانكي؟ بلانكي اسم. ايه بس ايش يعني؟ اسم. ايش اساميهم؟ ار ام ار ام جين جين. نسيت اسمهم يا اخي. قولي اعلنتها. قولي اعلنتها. طيب كيف الحفله كانت حلوه؟ ايش نقول؟ شكرا شكرا لموسم الرياض. قولي شكرا لموسم الرياض. شكرا. ما سمعت صوتك. شكرا موسم الرياض. شكرا موسم الرياض. يعني عشان البي تي اس ولا عشان ولا انت اصلا فاهمين جو البي تي اس؟ ولا احنا ما لنا فيهم. ما لنا فيهم بس احنا منظمين. بيني وبينك منظمين. كات. ايش رايك بالجو العام؟ والله الجو العام صراحه يشكرون المنظمين عليه. جوده وحسن تعامل. اول مره انا احضر مواسم. اكيد تعرف البي تي اس. اسمع فيها الاولاد الصغار هم اللي شجعوني يا حضر. اكيد جننوك. اسبوع 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 هنون علي. متحمسين؟ ايه متحمسين. ماذا؟ مو باين.
أبشر حماس أبشر حماس نجوم نجوم جايين عشان مين؟ أنا يونجي أمين؟ يونجي بس؟ بيتس كلهم شكرا الله باسم الرياض حتوش حتوش